السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية لآخر تحديث نماذج العالمية، فكما وعدتكم إخوائي الأعزاء لآخر التوقعات ابتداء إن شاء الله من بداية شهر نوفمبر، فيتوقع أجواء غائمة نسبيا يوم جوج الموافق ليوم الأربعاء، دخول بعض التساقطات المطر الضعيف على الدار البيضاء وبن سليمان وكذلك خريبكة وطزم وكذلك زود شيخ وابن ملال وإيميل شيل. بالنسبة للتوقعات كذلك وجدة سوف تعرف كذلك بعض التساقطات المطرية إن شاء الله ابتداء من جوج نوفمبر بإذن الله. بالنسبة للتوقعات كذلك إن شاء الله فيحتمل استمرار بعض التساقطات المطرية على الدار البيضاء والجديدة والرباط وبن سليمان بإذن الله، وسوف تستمر هذه التساقطات المطرية أقصى شمال المملكة والواجهة المتوسطية على تطوان وطنجة بإذن الله والحسيم والناظور والدريوش وأبنول وبركان. سوف تستمر هذه التساقطات المطرية بإذن الله الجد المعتبرة بحول الله على قرصيف وتاونات وكذلك تاوريرت وأجراد بإذن الله وعاطف وتازة بحول الله. تساقطات أمطار في هذه التوقعات ربما تشهد تغييرات كبيرة لأن التوقعات ما زالت بعيدة المدى. بالنسبة للتوقعات كما قلنا فتشير لبعض التساقطات المطرية الجد المعتبرة إن شاء الله.